طبعا احنا في ايفنت شو رابطة الابطال، حاجة ما شاء الله عليها، يعني حاجة عالمية. ديبو ايه يا ديبو، يا بقعتي ايه يا بقعتي. وانا جماعة بالنسبة لي بس تقول لي اشمعنى الكلب ده، يعني مش عارف، هو كلب بصراحة الله اكبر عليه. طبعا احنا في مكان شايف قمة الروعة، بص الناس قاعدة ازاي قد ايه. طبعا من الساعة 8 الصبح الناس بتزيد مش بتنقص. طبعا في كلاب كتيرة مشيت دلوقتي، اخر حاجة تقريبا هي الجيرمان والروت. حاجة ناس مهولة، يعني ناس مهولة مهولة. المكان طبعا ممكن يكون صغير شوية، ممكن احنا مؤاخذة، حاجة عظيمة بصراحة. المكان زحمة جدا، زحمة يعني لسه بنجي على المكان. روح خلي بالك بإذن الله، يعني مش سبحان الله. طبعا كان في كلاب عمالة تصور، طبعا هنا منورنا شركة ميرا، شركة جوانجيني، فوكر، بايونير، أربع شركات كبار بتوع دراي. أي خدمة، أي خدمة، أي خدمة. الله أكبر الله أكبر، يعني حاجة عظيمة. انا بصور بس. الله اكبر الله اكبر. ساك منورين يا رجاله والله. دخلتوا قسم الزواحف ولا لا؟ دخلتوا قسم الزواحف ولا لا؟ زواحف؟ لا لا. وهي عادي عادي، ده حاجه من الزواحف تبع الزواحف. اسمه دور عدي بعد ذلك. سيد اهو، سيد اهو. طبعا شركة جوانتين هنا من ورانا، الحاج عبد الحليم. كوكر، السلام عليكم. موالينا رجالة، موالينا رجالة. بسم الله ما شاء الله الله أكبر. ايه ده؟ ايه كلمة الغباء ده يعني؟ غباء يعني، مخصوص غباء. كنت هتوقعي مني وين وانت بتجري؟ معلش حقك عليك. لا عادي مفيش مشكلة. طبعا شركة ميرا منورانا جدا، استاذ رامي اهو منورنا. تريل عليك ايه؟ تريل عليك ايه؟ على الأرض كده؟ هشوف حاجة هشوف حاجة.
ولا تقول لي أليف بقى.